السلام عليكم. فيت النهارده اتكلم معاك عن الاستثمار في العملات الرقميه. النوع ده من الاستثمار بدا ينتشر بشكل كبير جدا، وبدات كتير من الناس جدا تشتغل في الاستثمار في العملات الرقميه. ويرجع الناس اشتغلت بشكل كبير في العملات الرقميه انها في ارتفاع متزايد. يعني مثلا لو بصينا لعمله البيتكوين هنلاقيها مثلا انها بدات ما فيش خالص، وصل سعرها دلوقتي ل 1191000 جنيه مصري. طبعا في غيرها عملات كتيره جدا هنتكلم عنها في الفيديو ده، وهنتكلم عن اسعارها باذن الله. ميزه الاستثمار في العملات الرقميه انها ما بتحتاجش مثلا انك تتعب على حاجه عشان تبدا معاها، او بتحتاج انك تتابع مؤشرات بشكل كبير. اي نعم، انت بتحتاج انك تتابع مؤشرات عشان تعرف سعر العمله ده عمل كذا او وصل كذا او انخفض، ولكن مش بحجم المخاطر اللي انت بتخاطر بيها في استثمار فوركس وغير من العملات التانية. في ناس تشترك في القناة وتعمل لايك الفيديو وتتابعنا على الميديا الموجودة في الوسط. طبعا هنا كده احنا لو رحنا على اشهر العملات الرقمية، اول حاجة عندنا هنا البيتكوين، بعد كده الاثريوم، بعد كده البيتكوين كاش والريبل، ودول الاربع حاجات الاولين اللي هنتكلم عنهم. غير كده في عملات تانية كتير جدا موجودة تقدر برضو انك تشوفها. طب انا اول حاجه كده لو رحنا على البيتكوين هنلاقي دلوقتي عامل 91000 جنيه مصري. العمله ديت قبل ما بدات ما كانش لها سعر اصلا. يعني شوف لو بصينا كده على المؤشر هنلاقي كده، بص بدات ما فيش، وبدات ترتفع 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 زي ما انت شايف كده. لو رحنا كده شفناها هتعمل كام بالدولار، طيب ده الدولار الامريكي. العملة دلوقتي عاملة 5257 دولار امريكي. العملة ديت من فترة كانت عاملة 500 دولار، شوف ارتفعت وصلت ل 5000 دولار. يعني بص الاستثمار فيها حاجة جميلة جدا، ولكن خلينا نبعد عن العملة دي شوية ونبدأ في العملات اللي هي لسه بادئة زي عملة الاثريوم. طبعا العملة ديت عملة برضو كانت بدأت ما فيش خالص، الوقت وصلت 178 زي ما بدأت البيتكوين، برضو هتبدأ الاثريوم. طبعا انصح الناس كلها انها تبدأ تستثمر في العملة ديت، لان العملة ديت في ارتفاع متزايد. طبعا زي ما انت شايف كده الارتفاع 14%، طبعا هي في ارتفاع متزايد جدا، فعشان كده انصحك انك تستثمر في العملة ديت. في ناس كتير برضه شغال في العمله دي، انت لو بحثت عنها تلاقيها مشهوره جدا، وفي ناس كتيره شغاله في عمله الاثريوم. بعد كده لو رحنا على عمله البيتكوين كاش، برضه العمله دي عامله 15000 جنيه مصري. طبعا احنا بنتكلم على العملات، وانت برضه لازم تبحث اكتر عن ازاي تبقى تشتغل في العملات دي، وفي ناس كتيره بتتكلم عنها. طبعا احنا لو رحنا كده العمله دي عامله 15000 جنيه مصري، ورحنا كده على الدولار، دولار امريكي، العملة دي عاملة بالدولار الامريكي عاملة 905 دولار. يعني العملة دي برضو انك لو استثمرت فيها تحقق معاك مبالغ كويسة. يعني بص بدأت هنا المؤشر وبدأ في ارتفاع زي ما انت شايف كده، فانت برضو تقدر تستثمر في العملة دي. وبرضو العملة دي مشهورة زيها زي العملات التانية. لو رحت بعد كده على عملة الريبل، طبعا العملة دي برضو لسه ناشئة، ودي للناس كلها تقدر انها تشتغل فيها وتحقق منها مبالغ كويسة جدا على المدى البعيد سنوات قدام، زي ما شفنا العملات التانية. وفي ناس كتير كانت بتستثمر في البيتكوين ده أيام ما كان ما بيعملش حاجة خالص، ودلوقتي بقى معاه مبالغ مقولة من خلال استثمار في العملة دي. طبعا العملة دي برضه سعرها عامل 35 سنت. طبعا العملة دي بعد سنتين هتلاقيها ممكن وصلت ال1000 دولار ولا حاجة، فأنت برضه تقدر تعتمد على العملة دي. وطبعا قبل ما تبدأ انك تشتغل في اي عملة من العملات ديت لازم تبحث عن كل عملة وازاي تقدر تشتريها والحاجات ديت. انت لو رحت هنا كده على شراء العملات الرقمية، هتلاقي طرق كتيرة جدا. خش مثلا على الموقع ده كده هتلاقي طرق كتيرة جدا بتكلمك عن ازاي تقدر تشتري العملات الرقمية. الموقع ده مش شغال، سيبك منه.
طبعا زي ما انت شايف كده، اهم من الـ6 دول العملات طبعا هنا البلوك تشين دي غنيه عن التعريف، وبقول لك وسائل تقدر تشتري بها البيتكوين عن طريق بيرفكت موني كاش، عن طريق بايونير، وفي طرق كتيره جدا. طبعا انت بتشتري العمله ديت عن طريق موقعها الرسمي، ولكن حبيت اعرفك حاجات كتيره تقدر انك تعرف عنها معلومات اكتر من خلال انك تبحث في المواقع ديت. طبعا عشان تشتري اي عملة هتروح على الموقع الرسمي بتاعها، زي مثلا موقع البيتكوين مثلا. هتعرف هنا كل حاجة عن العملة بتاعت البيتكوين ديت من خلال انك بتروح على الموقع الرسمي بتاعها. غير كده في محافظ كتير جدا تقدر تحتفظ بيها في البيتكوين زي بلوك تشاينر. عفوا، طبعا المحفظة دي تقدر تحفظ فيها البيتكوين برضو. طبعا في ناس كتيرة بتبيع البيتكوين دوت، وتقدر تشتري برضو البيتكوين من المواقع الرسمية. يعني أهم حاجة إنك تبحث قبل ما تعمل أي حاجة عشان يكون عندك خبرة بكل الحاجات اللي موجودة حواليك. طبعا أنا بقول لك البيتكوين عامل الدين دلوقتي زي ما أنت شايف، البيتكوين كاش اللي احنا اتكلمنا عنه برضو عامل 303 دولار. طبعا المحفظة دي تقدر تستخدمها انك تشتري عفوا انك تحفظ البيتكوين عليها، او تحول البيتكوين عليها وتحتفظ بيه. طبعا الاستثمار في العملات دي ليها مستقبل كبير جدا ومستقبل حلو جدا، تقدر انك تشتغل فيها برضو. حبيت بس اديك نبذة عن الموضوع، وعشان تبدأ تشتغل في اي عملات من العملات دي تبدأ تبحث عن كل عملة بشكل مفصل عشان تعرف كل حاجة عنها. وبس هو ديك الفيديو اللي حبيت اتكلم عنه. عجبك تشترك في القناة عن طريق الزر الموجود تحت في الفيديو، وتعمل لايك للفيديو وتتابعنا على الميديا الموجودة في الوصف. والسلام عليكم.